الراديو 90 90 هواها مصري. كان في خناقة من شوية ليها علاقة بأول مكالمة، فأنا مش عارف أعمل إيه، فأنا رديت بقى بالحظ كده وقلت التليفون اللي عشان ما بقاش متحيز لأي حد، فالتليفون اللي هيرن هرد ويبقى هو أول تليفون موجود معانا في أول حلقة من الصبح بالليل. طيب معانا تليفون من نهى، صح كده؟ يا نهى ازيك؟ ألو يا نهى. ازيك يا نهى؟ وحشتني. أنا صباح الفل، بسمعك. أقدم مستمعة، صح كده؟ الكلمة دي هتضايق ناس. هيتخانقوا مع بعض ليه؟ على الهاشتاج عصافيري عصفور. على الهاشتاج في يعني، بصي انا اول واحد سمع، انا تاني واحد سمع، ففي مشاكل، فانت هتيجي على التليفون وتقولي كده فخلاص بقى ماليش دعوه. الناس بتسمعوك. يشرفني طبعا ومبسوط ان انت موجوده معانا. كل حد ما رديت. طب يعني انا قلت بالصدفه بقى، انا هرد واللي هيجي معايا منورانا. ما شلتش صباعي من على التليفون. طب قولي لي كده، انت في العادي ان انا اول واحده. طب الحمد لله، بدايه خير يا رب ان شاء الله. قولي لي يا نهى، انت في العادي في الوقت ده بتبقي مصحصحه جدا ولا النهارده مخصوص مثلا عملتي كده عشان البرنامج؟ انا مصحصحه لك. طب الحمد لله، وانا صاحي برضه يعني بحاول. عشان حاجتين يعني، عشان قصه الرعب بتاعت احمد يونس يعني. طب الحمد لله، هتسمعيها يوم الخميس مع احمد يونس قصه الرعب، وتسمعينا احنا جمعه سبت حد ان شاء الله. بس يا ريت والنبي وصي علينا يزود لنا الملفات السريه شويه. حاضر يوصل. حاضر. حاجه واقعيه كده. واهم حاجه بقى ان انت تصحي الصبح تسمعي يونس برضه، يعني كل حاجه احنا معاكم في كل وقت. معانا كمان محمود. يا محمود مساء الفل وصباح الخير الاثنين مع بعض. احنا الصبح ولا بالليل يا فندم؟ احنا الصبح بالليل مع بعض، احنا كله مع بعض. منورنا يا محمود. احلى مساء عليك يا فادي، واحلى صباح على عيونك يا فادي، والناس اللي تسمعنا كلها من جميع انحاء مصر. اعتقد محمود من الناس اللي بجد كنوا مفتقدينك يعني، وانا كنت مفتقد نفس المود ده، وان احنا ندردش مع بعض ونطلع نتكلم مع بعض ونبقى موجودين كمان نصحصح الدنيا كلها بالليل كده، ونبقى بنسمع المزيكا اللي انتوا بتختاروها معايا. والله احنا رجعنا لمكانتنا تاني ومكاننا في وسط الناس كده، حاجه كده فراخ بقى بتاعتنا، ان احنا بنبقى صاحيين لوحدنا في الجو كده. كبرش الموضوع قوي كده، انا بقلق بقى. كبرش الحقيقه. طيب قول لي انت من السميع القدام، انا عارف وكنت بتتواصل دايما معانا كمان. انا اقدم واحد في المحميه دي برضه. انتوا كلكم اقدم حد؟ طب ما عنديش مشكله. طيب قول لي كده الفقرات الجديده، ايه اكتر حاجه متشوق ان احنا نلعبها مع بعض وتسمعها معانا؟ بصراحة حوار الاستلامات ده يعني، في حاجات كتير بتقابلنا في الشغل، حاجات كده مضحكة جدا اللي هي فقرة سكرين شوت، تبقى منبهرة جدا بحوار الاستلامات ده. برضه ايه اللي اقول برضه هيكسبني فيها؟ قول وانا اقول قول وانا اقول بقى محتاجة مذاكرة قوية من الناس اللي بتحب الأغاني، ومش محتاجة ان صوتك يبقى حلو، واحنا عارفين طبعا يا محمود ان انت صوتك ما شاء الله يعني في الغنى هنضيع مع بعض. طيب معانا اول تليفون في الشويه اللي جايين دول، مين تاني معانا؟ معانا ناديه. ناديه ازيك؟ يا صباح الفل يا احلى فادي في الدنيا. يا سلام على الدلع. اشكرك جدا، انت منور الدنيا كلها ومنور 90 90. اشكرك جدا باعتبار ان النهارده فرحانه جدا ان البرنامج رجع تاني. عاملين افتتاح النهارده وجايبين، عارفه انت اللي هو بيبقى اللي قدام المحلات ده بالبالونه المنفوخه قوي دي، رايحه جايه، حاسس ان انا في نفس الاحساس ده، ومعلقين بقى نور بقى وحركات كده. لا بجد والله انت منور الدنيا كلها، والراديو نور برجوع البرنامج تاني، وانا من مستمعك القدام. بشكرك. انا عارف طبعا يعني انت من اقدم السميعه، ومبسوط ان انت موجوده معانا لحد دلوقتي. وانا الدنيا كلها مستعاني النهارده، ونفسي ارقص كده عشان البرنامج رجع تاني. يلا بينا، احنا في الشويه اللي فاتوا كان في شويه مزيكا ترقص، بس ممكن يعني نهدي الرايقه بقى. ماشي، نسمع الناس الرايقه كمان شويه. وبصي احنا النهارده نعتبر كل المكالمات اول مكالمه، علشان كان في خناقه على الحكايه دي من شويه. ف لا والله انا بس مشغول مشغول مشغول، فانا بتصل من اول الحلقه عشان ابارك لك وعشان اقول لك نورت الدنيا كلها. بشكرك جدا 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 يا ناديه، وكل سنه وانت طيبه وربنا يبارك فيك. بشكرك. معايا تليفون تاني من نيلي. يا نيلي ازيك؟ يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ازيك يا نيلي؟ ازيك يا فادي؟ ما بتجيش عندنا فينك؟ حاسه ان احنا عارفه جايه ازور حد قريبي. مش على الهوا خالص. منور الراديو. يا هلا يا هلا. بنوركم والله يا نيلي، مبسوط ان انت موجوده معانا، وانت برضو من السميعه القدام، صح كده؟ طبعا. احنا مش طبعاً. مش هنعمل بقى اختلافات. احنا هنحاول ان احنا يعني ما نعملش اختلافات بقى، ولا قدام ولا جداد ولا الكلام ده، احنا كلنا مع بعضينا كده. كلنا اسره مع بعضينا. ما اسره مع بعضينا. انا موافق. مبروك على الرجوع والله، نورت وربنا فرحان. عارفه اللي هو مبروك، ربنا انا فرحان اكتر. عارفه اللي هو مسافرين، عارفه فرحانين كده.
في بهجه في صوتك دايما، في بهجه في صوتك دايما كده. ربنا يخليك والله العظيم بهجه دي من البرنامج اقسم بالله. طب الحمد لله. ده ايه قبل البرنامج؟ عبد الله. يا عبد الله ازيك يا فهد؟ ازيك يا عبد الله؟ عامل ايه؟ هو يوسف فين يا جماعه؟ لا من اول ما قلنا البرنامج راجع وكذا حد سالني فين السماعة القديمه. اكيد يعني يوسف لو كبر دلوقتي وسمع يعني تفتكر لسه وحشه والله. تفتكر لسه بيقول ازيك فادي لسه بيعمل كده؟ عامل ايه؟ ازيك يا كابتن والله. الله يوريهم وحشه كلهم، والف الف مبروك يا حبيب قلبي على رجوع البرنامج ثاني من جديد، وان شاء الله يكسر الدنيا. شكرا. يكسر الدنيا احسن من الاول ان شاء الله. بيكم بقى انتوا يعني تواجدكم ومكالماتكم وان انتوا تكونوا موجودين معانا ومتواصلين كده بينا كلنا، بينا كلنا والله، وانت حبيب قلبنا والله يا عم فادي. اشكرك يا عبد الله جدا جدا. وبالكلام على الذكريات بقى والحاجات يعني من اول برضو ما قلنا ان البرنامج رجع وانا بيجيلي مسجز غريبه، يعني انا بصراحه حسيت ان انا كبرت فجاه وبقيت انا عارفك. انا عارف ان انا عارفك على الانستجرام. لا لا خالص مش منك انت عبد الله، لا ابدا. يعني اي مسج بتجيلي ببقى مبسوط جدا بيها، لكن في مسجات مثلا من امبارح بالذات كده بتاعت انا كنت في ثالثه اعدادي وانا بسمع البرنامج وبعد كده بقيت في ثانوي ودلوقتي في رابعه جامعه. دلوقتي بقيت في اولى كليه اهو. لا اولى ايه؟ انا برضه كنت في ثالثه اعدادي. انت كنت ثالثه اعدادي بقيت في اولى. انا عندي امتحان بكره. طب حلو، ذاكرت ولا ايه؟ ده انا موعدك، بقول لك انا اول مكالمه، انا قاعد مستنيكم مش عارف. دي اول مكالمه يبقى اخر البرنامج. اول مكالمه اعتبرها اول مكالمه. ما اول مكالمه اخر مكالمه مش هتفرق، المهم اني كلمتك بس. والله مبسوط جدا. على راسي جدا جدا وبجد يعني اتشرفت بيك يا عبد الله ومبسوط ان انت موجود معايا. شكرك حبيب قلبي.